نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة المحافظات، لأن زي ما احنا عارفين دايما بيكون في أخبار وموضوعات متعددة في محافظات الجمهورية بتحدث، يمكن أهمها ما حدث بالأمس من تمويل مشروعات للشباب بقيمة 571.8 مليون جنيه من خلال مبادرة مشروعك في محافظة الوادي الجديد. وكمان تم بدء موسم حصاد القمح بقرية منشأة بنها في القليوبية. كمان امبارح تم الإعلان عن تنفيذ مشروع ترميم وصيانة مسرح سيد درويش في الإسكندرية وتحصين 280 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الشرقية، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي أعلنت فيها المحافظة إن إجمالي عدد المشروعات اللي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية مشروعك خلال الفترة من يناير وحتى إبريل الجاري بلغ 143 مشروع بقيمة 13.7 مليون جنيه. تكلفة المشروعات منذ بداية المبادرة وحتى الآن وصل ل 571.8 مليون جنيه. في القليوبية تم بدء موسم حصاد القمح بقرية منشأة بنها مع اتخاذ كل الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح وصرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى، وبلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة 40.841 فدان. في الإسكندرية تم تنفيذ أعمال مشروع صيانة وترميم سيد درويش أوبرا الإسكندرية والمسجل ضمن الآثار الإسلامية بقرار من مجلس الوزراء. في كفر الشيخ هيتم توفير ملابس العيد في معارض أهلاً رمضان بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20% لـ30%. المعارض هتستمر في مدن محافظة كفر الشيخ لمدة 10 أيام بعد عيد الفطر المبارك. في المنيا بدأ الحصاد المبكر لمحصول البطاطس، وده في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا واللي بتشتهر بزراعة مساحات شاسعة من البطاطس سواء المحصول الصيفي أو الشتوي. في دمياط تم تنفيذ قافلة طبية بقرية النوادرية التابعة لمركز فرسكور تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان. وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1322 مواطن وتحويل 41 حالة منهم لتلقي العلاج بالمستشفيات. في الشرقية قامت الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بتحصين 280 ألف رأس ماشية.